اللي عملها الكلوفر طلعها فوق العارضه بضربه راس، غير كده ما شفناش حاجه في المباراه. او يمكن الكره الثانيه اللي عدت برده من قدام. انا لو من لو من مدرب هولندا عنده فرصه عمره النهارده ان هو يقصي البرازيل تماما الخراجه من كاس العالم، لو استخدم نظام الشاكوش ونزل بمسمار جامد جدا على زيكارلوس لحد ما يتني الناحيه دي تماما ويكسب منها. لكن ادي رونالدو، رونالدو وجول، جول رونالدو في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني. رونالدو نجم البرازيل بيجيب الجون الرابع ليه في البطوله والهدف الاول في مباراه الدور قبل النهائي. هدف غير متوقع، كنا شايفين اللعب الاولاني كان فعلا ماشي خالص، فعلا بدا الشوط الثاني وادي هي خطوره رونالدو بتظهر هنا. فعلا سلبي جدا طول المباراه، لكن في ثانيه قلب الموازين وقلب الترابيزه على كل اللي موجودين في الملعب. هنا تظهر خطوره رونالدو. بص ريفالدو حطها حلو قوي، بيستلم تحت ضغط الخصم وبينفرد بالجول وفعلا بيحط. دي مهاره رونالدو على طول، داخل معاه فليب كوكو وبيشد هو بالفريلا، انما على طول رونالدو معروف في الحته ديت. قلنا رونالدو لازم يتمسك باثنين، ما يتمسكش بلعيب واحد ابدا، وعملها رونالدو، عملها رونالدو وابتدى بالتسجيل. 1-0 يا برازيل، 1-0 يا برازيل، 1-0 رونالدو في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني، وهدف مبكر جدا وهيشعل المباراه. وعلى طول زندن في ناحيه الشمال بيلعب الكره على طول طويله لكلوفر، انما ما عرفش يوقفها. احنا لسه فارق الجون في الدقيقه الاولى من المباراه اعتقد، يمكن بعد، يمكن ده اسرع هدف بعد ضربه ضيق فعلا، يعني يمكن ما فيش 30 ثانيه وهدف سريع جدا، اسرع هدف في الشوط الثاني في كاس العالم يا صلاح.